أكد سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الحكومة المركزية ملتزمة من اليوم فصاعدا بتخصيص جزء من رواتب موظفي الإقليم، والجزء الآخر يتم دفعه من إيرادات بيع النفط من الحقول الواقعة في إقليم كردستان. وقال الحديثي أن بغداد مستعدة لدفع كامل الرواتب لجميع موظفي الإقليم إذا سلم تربيل وارداتها النفطية للمركز، وأضاف أن المبالغ التي أرسلناها إضافة إلى مبيعات نفط الإقليم تكفي لتسديد رواتب كاملة لجميع موظفي كردستان، مؤكدا أن اتفاقنا مع أربيل ينص على تسليم رواتب كاملة لجميع موظفي الإقليم على أن يشترك الإقليم في تسديد بقية المبلغ. كما أوضح الحديث أن المنافذ غير الرسمية في الإقليم ستغلق أو الاعتماد على جزء منها وإخضاعها للسلطة الاتحادية.